كابتن زياد منورنا على في الجول، وفي الاول بنبارك لك على الذهبيه التاريخيه في بطوله الجائزه الكبرى. وفي الاول يعني احكي لنا ايه ابرز الصعوبات اللي واجهتك في البطوله؟ في الاول الله يبارك فيك، وانا بجد مبسوط ان انا معاكم النهارده. كان عندنا معسكر قبليها في اليابان، وفي بطوله كوريا دي اواخر جائزه كبرى قبل الاولمبيكس. فطبعا وجائزه كبرى نقطها اكبر من اكبر النقط اللي احنا ممكن ناخدها بعد بطوله العالم، فطبعا بتساعد جدا في التصنيف. البطوله بدات من دور 64، انا بدات من دور 64 عشان اول 16 على العالم في التصنيف، ما بيلعبوش الادوار التمهيديه، بيبداوا من اول دور 64. فبدات في الاول مع لاعب اليابان، الحمد لله كسبت 15 10. بعد كده بعديها كان لاعب ايطاليا 15 5، بعد كده لاعب فرنسا 15 10، وبعد كده لاعب فرنسا تاني 15 8، بعد كده السيمي فاينل كان مع بطل امريكا 15 14، كانت اللمسه الاخيره. وبعد كده الفاينل كان مع الاول المصنف الاول عالميا ساندرو بازاتزي من جورجيا، الحمد لله 15 13. بمناسبه بازاتزي، هو اللي قابلته في الاولمبيك وبرضه في بطوله العالم لما خدت برونزيه، فشايف ان يعني دايما بيبقى في الالعاب كده ثنائيات، فهو ده الثنائي اللي بيبقى منافس ليك على طول؟ لا بص، لا هو مش هو بالظبط، بس هو طبعا انت تووردز لما تيجي تلعب خلاص في السيمي فاينل وتلعب في الفاينل ولا من اول توب 8 دور الثمانيه، اكيد هتلعب حد من اول اربعه على العالم، فهو واحد بينهم. وطبعا القرعه، فلو ما قابلتوش البطوله دي هتقابلوا البطوله اللي بعديها، فسامحه وهتقابله لو انت بتوصل توب 8. يعني شفنا لقطه وقت عزف النشيد، لقينا كابتن زياد وهو بيبكي، هل فكرت في عزف النشيد في الاولمبياد ولا ايه اللي كان جه في دماغك فعلا؟ بص انا يعني لعب سلاح السيف اولا ما كانتش من اللعب الاون تراك، يعني احنا جامدين فيها في مصر، يعني لعبه يعني انا فاكر كذا مره فكروا زمان يلغوا لعبه سلاح السيف من مصر، يعني خلوا المنتخب او الاتحاد يعني شيش وسيف مبارزه، لان اللعبه كانت بعيده جدا. فكان حلمنا من اول ما بدانا ان احنا نوصل نبقى في التوب يعني في اللعبه، بس كان مشهد جامد قوي وكبير قوي بالنسبه لي وبالنسبه لكل اللعيبه اللي احنا نشوف علم مصر بيترفع في بطوله جائزه كبرى كاس عالم سلاح ونسمع النشيد الوطني. كان حاجه كبيره، حلم كبير حلمت بيه من وانا صغير، والله لحد دلوقتي انا ساعات اصلا مش مصدق ان انا ده حصل. يعني حققت الميداليه الذهبيه، بس قبلها كان في رقمين تاريخيين ببرونزيه بطوله العالم. اول ميداليه الفردي، خدنا ميداليات بس على المستوى الجماعي، وكمان المستوى الجماعي دي كانت من حاجة 50 سنة. فزي ما انت بتقول، ازاي قدرت انك تساهم انك ترجع اللعبة تاني يعني؟ والله مرنا ركزنا جدا، كان عندنا بليف اللي احنا نقدر نوصل. يعني انا من اول ما بدأت اللعبة وانا ووالدي الله يرحمه كنا بنحلم اللي احنا اللي هو نوصل الاولمبيكس واجيب ميداليه لمصر وكده. وطبعا لما كنا بنقول لحد انت ايه حلمك، انا عايز اروح الاولمبيا، انا عايز اجيب ميداليه اولمبيه، فكله بيبص لك بصت اللي هو ان شاء الله باذن الله ماشي، اللي هو عايز مش عايز اضحك عليك يعني، بس اظن لو انت مصدق وبتسعى وبتعمل اللي عليك ربنا هيكرمك. بس الطريق صعب، الطريق صعب وهيجي لك اوقات كتير تحبط فيها، وسهل جدا انك تجيف اب وتبطل، بس لو كملت وتعبت واستحملت كتير ربنا شايل لك خير في اخر الطريق اكيد. كابتن زياد من اسكندريه، اسكندريه، وبدات مش سلاح خالص، بدات باسكت. ايه اللي خلاك تنقل من باسكت لعبه معروفه وشعبيه جدا في اسكندريه للعبه يمكن شعبيتها مش كبيره قوي في مصر في الفتره دي؟ وبرضه احكي لنا عن فتره الباسكت شويه. بص خليني اقول لك، انا بدات في الاول باسكت وكده لان انا عيلتي كلها باسكت، والدي الله يرحمه هو قدوتي وهو كان لعيب باسكت جامد، واخويا لعيب كان لعيب باسكت، ووالدتي كانت بتلعب باسكت برضه، فاحنا عيله باسكت بالنسبه لها از بيج ديل يعني. فانا كان كل حلمي ان انا ابقى زي بابايا، وطبعا في ليجندز في اللعبه من وانا صغير كنت بشوفهم زي اسماعيل احمد واحمد منير، كنت مركز جدا وكان بابايا بياخدني كل ماتشات الباسكت، البطولات الافريقيه، كل حاجه. اللي بدات قصتي مع السلاح اللي والدتي بتحب اللعب الفرديه اكتر من الجماعيه، فهي ابتدت تاخدني بقى العب اجرب. اكشلي فان فاكت، انا لعبت سكواش، خدتني سكواش وخدتني كذا لعبه، بس انا كنت على طول بفايند ان اكسكيوز عشان اهرب يعني عشان ارجع للباسكت. بعد كده هي عجبتها قوي لعبه السلاح، حست ان هي لعبه راقيه جدا، بيسميها لعبه الامراء، فاخدتني وخلتني ابدا اللعبه. وبس هو ده اللي خلاني ابدا مع السلاح يعني. وفي الاول ما كنتش بحبه جدا على فكره، في الاول كنت على طول يعني انا فاكر وانا صغير مره عيطت وانا رايح التمرين وقلت لهم والله العظيم انا لو عندي بطوله عالم سلاح وعندي تمرين باسكت اروح تمرين الباسكت، وطبعا اول ما جت لي بطوله عالم السلاح رحت بطوله عالم السلاح.
طب بمناسبة برضو الباسكت، يمكن من ضمن الفريق بتاعك في سبورتنج كان جيل إيهاب أمين، اللي هو انا دلوقتي قعدت معاه في واحد. الفريق، انا كنت اه فريق واحد بالظبط، كنت في فريق واحد، ليكوا صورة طبعا شهيرة قوي مع طبعا بعض، فكنت من جيل. هل انتوا لسه على تواصل مع طبعا بعض؟ طبعا. لا لسه صحاب طبعا، احنا عشره عمر، احنا من واحنا صغيرين احنا تكنيكلي متربيين مع بعض. يعني انا بدات سلاح يعني سن 11 سنه، بس احنا 11 وكملت على فكره. لما بدات سلاح كنت مكمل سلاح وباسكت فتره شويه، يعني مثلا سنه ونص سنتين كنت بلعب نفس الاثنين في نفس الوقت. فانا قعدت طفولتي كلها في سبورتنج مع كل اللعيبه ومع ايهاب وبقيه الفريق. في ناس كتير على فكره في المنتخب دلوقتي ولعيبه كبار كنا نفس الفريق. طيب انت بعد ما نقلت للسلاح، يمكن في برضه صعوبة تانية انك درست هندسة، حاجة من الحاجات الصعبة، فازاي هل جه فترة قلت لا خلاص بقى انا هكتفي باللي لعبته، ولا انت مكمل في طريقي من الاول للاخر؟ لا اكشلي جه فتره فكرت ان انا ارجع من امريكا. يعني لما جالي المنحه الرياضيه اللي انا ادرس في امريكا والعب سلاح اول سنه، كان الموضوع صعب شويه. أنا في مصر يعني في اسكندريه، وكانت في المدرسه وكانت الدنيا متظبطه، وكان صحابي وكان عندي مدرب الفيتنس ومدرب السلاح واهلي مخلي، يعني اهلي كانوا مساعديني في كل حاجه، فما كنتش ناعي هم حاجه قوي يعني. فلما رحت امريكا لقيت نفسي انا لوحدي، فانا بقى لازم اروح بقى واحضر الكلاسز واظبط السكادجول واروح التمرين لوحدي والسفر فكانت الدنيا في الاول اصعب، يعني مش اسهل حاجه. وكنت خلاص كان اكشلي والدي كان بيقول لي يعني لو خلاص مش قادر تكمل وعايز ترجع تعالى ارجع وكمل نخش كليه في مصر وكمل في مصر. بعد كده حصل تيرنينج بوينت يعني وفاه والدي، فدي كانت تيرنينج بوينت. وقعدت فتره كده يعني ما كنتش عارف انا عايز اعمل ايه. بعد كده قررت ان انا يعني هقبل التحدي وهروح وهكمل. يعني انت دلوقتي خلصت المنحة، انا خلصت لكن مستمر في امريكا. فهل مستمر في امريكا بسبب اختلاف مثلا التدريب، ولا انت بتلعب في نادي هناك، ولا ايه السبب بالظبط؟ درست في امريكا، درست هندسة وبعد كده عملت ماجستير وبعد كده اتجوزت. انا ونوران قاعدين في امريكا ميل، يعني هي مقيمين هناك، هي بتتمرن هناك وانا بتمرن هناك، بس يعني مش هناك بنسافر كتير يعني عشان البطولات وكده، وبنيجي هنا نتمرن كتير. فهو احنا ما بين هنا وهناك يعني ما فيش حته ثابتين فيها قوي يعني. بس عندنا طبعا الروتين هناك، التمرين والتمرين يعني والنادي وكل حاجه يعني والفتنس. انت لعبت سكواش وانت صغير؟ لا فمش في سكواش، ما تاخدهاش فور فان يعني. بس لعبت انت عندك خلفيه عن السكواش؟ لعبت شويه يعني. بس كان عندك خلفيه بقى، ولا ابتديت تعرف السكواش قوي لما نوران؟ كان عندي خلفيه بس ما كنتش تابع قوي. بعد كده طبعا لما انا ونوران يعني وجت جادر يعني بقينا مع بعض واتجوزنا او اتخطبنا يعني من الاول، بقيت مركز جامد يعني وبتفرج على سكواش في ماتشات في وقتي الفاضي وبفتح بتابع البطولات ويعني متابع. انا بحب الرياضه عامه. هل تواجدكم في امريكا كان هو السبب ان اتقال في فتره من الفترات ان نوران قررت تلعب باسم امريكا، وازاي استقبلتوا الموضوع ده؟ والله انت عارف احنا استقبلنا الموضوع ده بعد كنا في ايطاليا ساعتها، كان نوران جت اتفرجت عليا في بطوله العالم لما جبت البرونزيه، وبعد كده قررنا ناخد كام يوم اجازه في ايطاليا. بعد كده مره واحده فتحنا الفيسبوك ولقينا ناس عماله بتكلمنا الحقوا نوران انت هتلعب باسم امريكا، وبيقولوا اللي زياد هيلعب معاكي باسم امريكا بعديها، واحنا ما نعرفش اي حاجه يعني. والله العظيم هي مره يمكن عشان احنا كنا قاعدين في امريكا معظم الوقت، فحد يعني فكر احنا ممكن نكون بنلعب باسم امريكا وكده او هنلعب، ف يعني ما فيش حاجه حصلت عشان ده يتقال يعني. انت ونوران رياضيين رياضه مختلفه، بس يمكن بيجمع بينكم فكره البطولات الكتير في اماكن مختلفه، مش زي مثلا في العاب تانية انت بتلعب دوري في مكان واحد، لا ايطاليا امريكا. ازاي بتقدروا توفقوا ده، وازاي بتقدروا برضو اكيد معاناه يعني تتعاملوا معاه ازاي؟ هو الموضوع صعب جدا ومش بنقدر نوفق بطريقه سهله، احنا بنحاول على قد ما نقدر. يعني زي دلوقتي مثلا خلصت البطوله في كوريا، جيت عندي كمان عندي الويكند الجاي اسبانيا، فحاولت اجي فتره قصيره بس 4 5 ايام عشان ابقى معاها واحضر البطوله معاها. بنحاول نخلي معسكراتنا لو ننفع نخليها في نفس التوقيت في نفس الاماكن، نحاول نبقى نسافر على طيارات مع بعض، ناخد مثلا لو هي رايحه مثلا انا رايح كوريا وهي رايحه هونج كونج، نحاول ناخد ترانزيت مثلا في اليابان مع بعض، بعد كده كل واحد فينا يكمل طياره تانية. بنحاول نعمل حاجات كده عشان نبقى بس نقضي وقت اكتر مع بعض. الموضوع صعب بس I think communication is the key، واحنا عارفين اللي هي فتره صعبه بس كل واحد فينا عنده حلم واحنا بنحاول نساعد بعض لكل واحد يوصل لحلمه يعني. بعد بطولة الجائزة الكبرى، يمكن هي كانت أهم بطولة في قبل الأولمبيكس، إيه الاستعدادات بتاعتك قبل أولمبياد باريس؟
فاضل لنا بطوله واحده كاس عالم في مدريد الويكند الجاي، وفاضل لنا الافريقيه. الافريقيه مش داخله تويردز التاهيل بس داخله تويردز البوينتس، وبعد كده خلاص معسكرات مغلقه تقريبا اكترها هيبقى فرنسا بس، بعد كده الاولمبيكس ان شاء الله. هل انت شايف ان اولمبياد طوكيو هي بدايه الطفره الحقيقيه في مستوى زياد، ولا هي من قبلها بس الناس ما كانتش متابعه قوي؟ هي ما بتجيش مره واحده، هي طبعا من الاول. يعني انا من 2013 انا جالي المنحه الدراسيه عشان العب باسم جامعه في امريكا وكده، وانا تقريبا اول لاعب في سلاح السيف مصري عايش في مصر يجي له منحه دراسيه في امريكا. ساعتها كنت مصنف التاسع على العالم في الناشئين، ساعتها كنت بطل افريقيا، كنت بطل عرب، حققت يعني نتائج كويسه في بطولات العالم سواء المركز ال 13 او 14، وده كانت حاجات يعني كويسه، مراكز متقدمه ما كناش عاملينها قبل كده. ما انا بقول لك، انا كنت بقعد اقول ان شاء الله انا حلمي ان انا اوصل الاولمبيكس وبطل عالم وكده، كان ما حدش مصدق، بس انا كنت بحس ان في مؤشرات اللي انا اللي لا انا على طريق صح، انا ممكن اكمل. يعني كنت راح اتمرن مثلا مع الفريق الاولمبي لامريكا مثلا او كوريا او كده، وكنت بكسب لعيبه من الجامدين، كنت بلعب في كاسات العالم مثلا، ممكن تلاقيني مثلا مره بلعب ماتش في دور ال 64 مع ساعتها كنت بلعب مصنف الاول على العالم، كان ايلاي ديرشويتس امريكاني وانا كنت رقم 64، فالاول بيلعب 64 وخرجت من دور ال 64. فطبعا انا ماشي خسرت من 32، بس قصدي كان في مؤشرات تبين ان انا اون ذا رايت تراك، بس محتاج كونسيستنسي، محتاج مور فوكس، محتاج اركز اكتر. ف ات بيلدز اون، ما بتجيش بيوم وليله، يعني من وانا صغير يعني اللي عملناه هو بيكمل بعضه. الناس تعتبر بتتابع خلال الاربع سنين نتائجكم، لكن في الاولمبياد بيبتدوا يتفرجوا، فلو حد هيتفرج عليك بكره في الاولمبياد برضو مش هيبقى عارف ايه سلاح السيف وايه الشيش والمبارزه، فلو انت هتشرح بشكل مبسط الفرق للناس. اقول لك بسرعه، هو السلاح يتقسم لثلاث العاب، سيف وسيف مبارزه وشيش. الشيش الهدف بتاعه الصدر والظهر، سيف المبارزه الجسم كله، والسيف الجزء الفوقاني بالراس. السيف اللعبه الوحيده انك ممكن تلمس باي جنب من السيف، يعني ممكن تلمس بجنب السيف، اما الشيش وسيف المبارزه زي ما احنا عارفين بيبقى فيه زي بوينت كده قدام في اول السيف، لازم تضرب الخصم في لازم تزق البوينت جوه عشان اللمبه تنور. والقوانين بتختلف، يعني القوانين بتاعتها بتختلف، كل لعبه مختلفه عن الثانيه. بس النقط من 15، كل النقط من 15، بس الشيش وسيف المبارزه ممكن التايم، يعني لو 9 دقائق عدوا من غير ما يوصلوا ل 15 الماتش يخلص، بس السيف على طول عشان هي سريعه جدا واسرعهم فبتوصل ل 15 على طول ما فيش مشكله. ابطال الالعاب الفرديه بيعانوا شويه من قصه الاهتمام والرعاه. قول لنا برضو ايه اللي فرق معاك في الفتره دي في طوكيو، خصوصا ان نادي بول ميلز من الرعاه لزياد بالبطوله. يوجوالي قبل الاولمبيكس احنا طول عمرنا كاريدين بنقول قبل الاولمبيكس بيبقى الاهتمام بيبتدي يركز معانا في الالعاب الفرديه، بس مثلا قبل طوكيو طبعا بيبقى اكبر داعم لينا يجي طبعا الاتحاد المصري للسلاح، اللجنه الاولمبيه، وزاره الشباب والرياضه، دول يوجوالي اللي بيدعمونا. بس ان اديشن تو ذس دلوقتي بقى في سبونسرز وفي كومبانيز يعني ويلينج تو سبورت اند هيلب، منهم طبعا بول ميلز. انا بول ميلز از فيري سبيشال تو مي عشان هو اول سبونسر مصري ليا، وكمان اكسترا سبيشال عشان هو سبونسر بتاع مراتي بتاع نوران. فانا يعني سعيد ان انا وهي وي شير ذا سيم سبونسر، و honestly the facilities they have يعني نادي their team is amazing، يعني حاجة بجد حلوة جدا، و they support وعلى طول متابعين معانا، فأنا بجد بشكرهم، وبجد أنا حاسس it's a big addition to me، وإن شاء الله it really helps، وإن شاء الله ننجح ونحقق حاجة لمصر كويسة في الأولمبيكس. بمناسبة النجاح، ممكن نشوف زياد ونوران في الأولمبياد لأول مرة في التاريخ بقى؟ في LA بقى إن شاء الله، عشان هو السكواش في 2028، بس إن شاء الله خطوة بخطوة يعني ما فيش. احنا سألنا نوران في بطولة الجونة فقالت هو إن شاء الله ياخد ميدالية الأول، بعد كده نبقى نركز ناخدها سوا في اللي بعده. بالظبط. بص احنا بنعمل حاجة حلوة قوي يعني ونوران، عشان احنا بيبقى عندنا يعني بطولات كتير وتارجتس كتير، فبنحاول نفوكس على one at a time. يعني دلوقتي مثلا هي عندها بطولة العالم حاجة كبيرة جدا بالنسبة لها، فاحنا مركزين جدا في بطولة العالم بتاعتها. اول ما بنخلص بطولة العالم بتاعتها عندنا البيج جول الاولمبيكس بتاعتي، فبنحاول نركز، فبنحاول ناخدها ستيب باي ستيب، عشان يعني محدش يقدر ما تقدرش تعرف اربع سنين او حتى سنة او حتى يعني خمس شهور من دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل، فبنحاول ناخدها فاهم بارت جزء بجزء كده وبس.
طب اخر حاجة، بمناسبة بطولة العالم، الضغط اللي بيبقى على زياد وهو بيلعب بطولة كبيرة، ولا هو بيتفرج على نوران في ماتش صعب؟ اتفرج على نوران طبعا من غير سؤال، لا اتفرج على نوران، انا بالنسبه لي العب اسهل بكتير، وهي كمان نفس الكلام، طول عمري ما كنتش بادئ، مش بقدر افهم لما بتلاقي ولا امور بيتفرجوا على اولادهم وهم بيلعبوا، تحس متوتر جدا ومش عارف، انا في دماغي اللي هو ده انت ابنك بيلعب المفروض تبقى مبسوط وبتبتسم كده وفخور بيه وبتاع، بس انا لما نوران ابتدت تلعب لا ابتديت اجمع، لا الشعور صعب جدا انك حد يعني حد انت بتحبه قوي وبتكار عليه بيلعب وانت مش قادر تعمل له حاجه، انت بس عايز يكسب وبتشجعه، فلا يعني هي اللي انا اتفرج عليها اصعب كتير. شكرا جدا يا كابتن زياد، وان شاء الله لينا لقاء بقى بعد الميداليه ان شاء الله. شكرا جدا، شكرا.